تأسست من أجل دعم المشاركة السياسية للنساء، وكذلك من أجل إقرار، من أجل إقرار مساواة فعلية في الحقوق السياسية ما بين النساء والرجال. إذا الحركة وضعت كهدف استراتيجي لها المناصفة في المسؤوليات السياسية داخل المغرب، وكهدف آني هو ضمان ثلث المقاعد المنتخبة للنساء. الحركة تضم أزيد من 1000 جمعية على المستوى الوطني، وكتشتغل على مستوى المرافعة ومرافقة الجمعيات ومرافقة كذلك النخب السياسية المحلية المكونة أساسا من النساء في بلورة برامج سياسية، وكذلك في صناعة نخب نسائية قيادية محلية. الحركة قادت الآن مجموعة ديال الصيرورة ومجموعة من العمليات الترافعية، سواء تجاه الوزارة الأولى، سواء تجاه وزارة الداخلية، تجاه وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك تجاه البرلمان والبرلمانيين والبرلمانيات، من أجل إقرار مدونة انتخابات منسجمة مع التزامات الدول المغربية في مجال حقوق الإنسان. مدونة انتخابات تعكس المساواة السياسية ما بين النساء والرجال. الحركة الآن في هذا السياق هذا تناقش مضامين القانون الانتخابي اللي صدر، وللأسف الشديد لا يعكس التزامات الدول المغربية في مجال حقوق الإنسان. هو قانون انتخابي مجحف في حق النساء، بحيث أنه لا يصل إلا إلى 12% من معدل النساء اللواتي سيكون مسؤولات. إذن هذا الرقم هذا هو رقم مخجل أمام التقارير الدولية، التقارير التي وضعها المغرب أمام مجموعة لجنة حقوق الإنسان جنيف، أمام المحفوظية السامية، أمام ليزوينتي. في هذا السياق هذا الحركة الآن غتقود ترافع سياسي مباشر تجاه الأحزاب السياسية باش تضمن إمكانية ترشيح عدد وافر من النساء، وكذلك تعمل على تكوين وتقوية القدرات ديال النساء والنخب القيادية المحلية. شكرا. التزم بها كل حزب، وهنا أرجع إلى كلمة الالتزام، لذلك يجب أن تتواجد السيدات في مراكز صنع القرار. هذا هو دور تواجد السيدات في مراكز صنع القرار، ليكون لهن دور في صنع القوانين، لأن القوانين هي التي تبقى، فالزعماء يذهبون والقادة تذهب وكل شيء يذهب، لكن وحتى الموضة تذهب، لأن هذه السنوات الموضة هي المرأة. يمكن هذه الموضة تبقى ونبقوا بلا قوانين، لذلك يجب المشاركة في سن قوانين تحفظ حقوقنا في السيدات.